هكذا فعلت بهما ألغام الحرب في اليمن. التهمت أرجلهما. صدام الغويدي ومبارك حسين العاطلان عن العمل يشعران أن إعاقتهما هذه أقصتهما وجعلتهما على هامش الحياة وحطمت نفسيتهما. وضعهما المعيشي الصعب لا يمكن أن تتحمله هذه الأقدام الاصطناعية. معاناتي يعني سيئة لا ترتالها، يعني متحمل حق إيجاع، متحمل صرفة، عندي إجرة، يعني عندي عوائل، يعني أربع بنات والمرأة وأمي، متحمل والله أن المرأة بينها تقول أمي جلطة من رمضة ما صرت عالجها. 10,000 هم ضحية الألغام في اليمن منذ بداية الحرب قبل 7 سنوات حسب تقارير محلية ودولية. معدل الضحايا ارتفع إلى نسبة 20% خلال شهور الهدنة الأممية الستة الماضية حسب تقارير الأمم المتحدة. 343 مدنيا سقطوا، بينهم 95 حالة وفاة، فيما يتزايد عدد الضحايا يوما بعد آخر. بعضهم يأتي لتدريب أطرافهم هنا في هذا النادي الرياضي بسبب الألغام والحروب، وهناك أعداد كثيرة جدا، حتى أن في المراكز المتخصصة ما عاد قدرت تستوعب وتقدم الخدمة بالشكل المطلوب لهذه الفئات نظرا لزيادة المعاقين ونقص الدعم وسوء الأحوال التي تعيشها اليمن. اليمن حقل كبير للألغام لم يسلم منه أحد، فكل ما يدب على الأرض معرض لانفجار اللغم بشرا كان أو حيوان. الألغام فعلت ما لم تفعله الحرب في اليمن على مدار 8 سنوات، وما زالت شبحا يتربص باليمنيين ينتزع منهم أطرافهم وحياتهم. نبيل اليسفي، العربي، صنعاء.